شو سبب تأخير سن الزواج بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل؟ هيدا هو موضوع حلقتنا اليوم، وفي محاور كتير: عزوف الرجال عن الزواج، العنوسة عند المرأة، وكمان أسباب تاني. أنا سزدال رح كون معكم لأربعين دقيقة مع هي وهو، وأول ضيف عندي هو الممثل والفنان أستاذ خالد أمين. تفضل. وين الموسيقى؟ يس. مساء الخير. تمام. وين قاعد؟ نيتها بين يا ما بعرف حابين يعملوا معي ضرب اخدين لي ورائي حطيتهم انا هون. لا تعرفي، لا تعرفي كيف هلا انت بدك تعملي فيني ضرب؟ لا عن جد، مين اخذ لي ورائي؟ من حفر حفره هلا اخي. احنا مشتبهين بالوراء خلاص. موضوعنا مفهوم وراح نتكلم فيه انا معك. مش بحاجه، كلهم مش بحاجه، كله بالراس. مرحبا خالد امين. مساك الله بالخير. شو الاخبار؟ من زمان ما التقينا يا اساس ديل، من ايام الاذاعه. الحين ما شاء الله قمت تقدمين برنامج تلفزيوني. طبعا انا ارحب فيك اول شيء. ايه مش انا المذيع. ايه ارحب فيك وارحب. طبعا انا مبسوط كثير اني انا موجود في قناتكم الجميله هذه، وانا سعيد في اللقاء معك ان شاء الله. وان شاء الله تكون حلقتنا خفيفه على قلوب مشاهدينا. قبل ما نبلش موضوع الحلقه خالد امين، وقبل ما احجك بالسؤال اللي قلت لك بدي اقول لك اياه انا، خبرنا عن جديدك في مسلسل هلا بقناه العداله رح ينزل. انتم عندكم مسلسل؟ انا عندي مسلسلين تحديدا. اوكي. في مسلسل اللي موجود عندكم الله يسلمك اسمه ممنوع الوقوف. اوكي. هذه تجربة جديدة كاتبها محمد الكندري، طبعا من إنتاج أستاذ المنتج باسم عبد الأمير. وأنا صراحة سعيد لتبني الآن قناة العدالة كثير من الأعمال الدرامية. على الأقل يصير في عندنا قناة أخرى وثالثة أيضا ورابعة وخامسة، تكون فيها يعني مثل ما تقولين الدراما الخليجية تحتل مكان في شهر رمضان المبارك. وهذا شيء مهم صراحة. اوكي. انه يصير في تنوع عند المشاهد انه ممكن يشوف اكثر. يلا اقل من نص دقيقة خالد، لا الحلقة شو هالحكي هذا؟ خلينا نحكي طيب. يلا اوكي. يلا ماشي معاك. ولا خلص بلا ما نعرف، خلينا نتفاجئ. بلا ما نعرف، المهم ممنوع الوقوف، تابعوه بالعدالة. شكرا، مع السلامة. ايه تابعون بالعدالة. اوكي هلا فينا نقول انه خالد امين صار فينا نقول عنه انه هو عانس، صح؟ شنو عانس؟ شنو عانس؟ قد ايه عمرك؟ خليني اقول لك شيء، سمعيني. خليني اقول لك شيء. الريال هذه في جمله قالت لي اياها وحده ست، اذا هي عايشه الله يطول بعمرها، واذا هي متوفيه الله يرحمها. اوكي. لبنانيه كبيره بالعمر. اوكي. قالت لي: يا ابني الرجال اذا بيقدر يشيل كيلو في يتجوز. اوكي. طب لحظه شوي، هلا هو انت هلا بالنسبه للناس، يعني اقصد بالنسبه للرجل العمر مش اشكال. بدي لاقي لك حل. حل لي انا؟ ايه. لا تقولي بدك تجوزيني كمان. لا لا لا، شو صاير المبيعات اليوم؟ كل واحده بتجوزني. لا لا مش هجوزك. اوكي. بس هاعمل شيء مثل ما عملته وفاء الكيلاني مع تيم حسن. عرفت شو عملت ولا لا؟ شو عملت؟ هلا هي طلبت وفاء الكيلاني تيم على الهوى، وهو بعد 3 سنين تزوجها. هل تقبل الزواج فيني؟ شو رأيك؟ هيك بطل. وش قال؟ وهو قال أكيد على طول راح أوافق. أنا شو لهدول؟ لا والله أنا ما بتزوج. والله؟ مش عيب فيكي. لا لا لا، أنا الآن ملف الزواج بالنسبة لي، طبعا مو عيب فيكي ونعم فيك أختي عزيزة وغالية، بس انا ملف الزواج عندي شوي مأجل. شو هو السبب؟ انا مأجله. يعني شو هو السبب؟ ليه هلا الرجال صايرين عندهم عزوف عن الزواج؟ صح صح. واذا بتشوفها هي صارت مشكله عالميه، يعني مش بس بالكويت، بس الظروف مختلفه. يعني هلا في ناس من السعوديه رح يتواصلوا معنا. نعم. الظروف يمكن ماديه اللي بتخليهم يكون عندهم عزوف. شوفي انا اعتقد بالكويت الظروف مش ماديه. انا اعتقد اسباب، والله حتى بالسعوديه. قولي لي ليش؟ ليه؟ يعني المجتمع في السعودية مجتمع أغلبه قبلي. القبيلة تساعد، وهذا شيء ميزة جدا جميلة. يعني مثلا أنا جيت بتزوج، القبيلة كلها تساعد. بس تطلبات الإمرأة صارت
يعني اللي هي العانية، عرفتي؟ انا بدي اقول لك شغله، السوشيال ميديا لعبت دور يمكن شوي سيء من هيدا الموضوع. ليه؟ اللي هو لانه صارت الامراه تشوف الفاشينيستا، البراندات، صار عندها طموحات كثير بدها تجيبها، فلما يجي زوج متواضع الحال صح كلام بده يتقدم لها، بتقول لا انا بدي اعيش هالحياه اللي انا شايفتها. اذا انت كلامك الان حطنا في المحك، هي بتتزوج علشان يسفرها ويطلعها، مزبوط، ولا بتتزوج علشان تكون اسره؟ لا، صار هلا المنطلق في هو فرق، ها؟ ليش حياتها؟ ايوه، شوفي، انا اعتقد احنا عندنا مشكله كبيره في المجتمع الخليجي. احنا لازلنا متمسكين بعادات قديمه، ولكن المدنيه دخلت علينا في كل مكان. طيب، ما يصير انا ادمج ما بين الاثنين بالفكر، ولكن اقدر اطلع انا بوليد جديد يهمني حق مجتمعي الحالي. يعني الاسره الان في بنات حلال وفي شباب يتشاركون لبناء اسره. حتى في اوروبا على فكره، انا كوني عندي تجربه حتى في لبنان، ها، في كل مكان. انا قاعد اتكلم لك عن دول الشام الان، لبنان مثلا وغيرها، واتكلم لك عن اوروبا. اوروبا ايضا درست فيها. قرار صعب جدا لما الشخص يطلب من البنت يقول لها انا بتزوجك. هي ممكن تقبل تكون صديقه معاه، بس لما يقول لها بتزوجك ترى ممكن ترفض عادي، لو تكون هي تحبه وتموت فيه. يمكن لأن اوروبا وضعهم عندهم الامور الماديه بالطلاق بتنازل عن امور وحقوق. لا لا لا، هم يعملون حساب ان في كثير من الرفاهيه والحريه اللي هم الان هم فيها. بس ما تنسى شغلي خالد، بدي اقطعك دقيقه، باوروبا فيها تبني عائله من دون زواج. يعني انا هلا هو السبب الرئيسي عندنا نحن بالدول العربيه الزواج. انت ما بتحس انك حابب انك تبني يكون عندك ولد؟ معك صح بنت. كلامك صبري، بس احنا خلينا ندش من ملف لملف. اوكي، خلينا نكون ملف واحد. لا انه كرمال هيك، سالتيني انا الحين بدي اقول لا، هني كرمال هيك يمكن ما بيتزوجوا لانه فيها تكون حامل وتجيب بيبي وهذا. هذا الحين انا قاعد اقول لك الان الان هناك مفارقات خاصه فيهم او قضاياهم الخاصه. احنا قضايانا مختلفه تماما، مزبوط. احنا نبي نعيش بحريه، زين، وبنحمل فكر في عادات وتقاليد قديمه تفرض على المراه وايضا تفرض على الرجل. الان المراه من بدا يصير في معاها الكاش، اوكي، تحولت من انثى الى شيء اخر. الى شو؟ الى شيء اخر. الى نسرة. الى نسرة مثلا، انزين. اوكي، وهذا الكلام على فكره مش في الخليج فقط، في الدول العربيه. ليش؟ لفهمها الخاطئ بفكره القوامه. القوامة ما لها علاقة بالفلوس. الشغلة لها علاقة بشغلة جدا مهمة، أو الحياة مهمة، هي في مشاركة ضمنية. وأنا قلتها سبق في لقاء، أنا سيستم، الرجل سيستم، المرأة سيستم، لازم يكون متجانس عشان يطلعون بسيستم جديد اللي هو الطفل، ويتأقلمون معه ويربونه عشان يهيئونه يكون لهذه الحياة. طيب خلينا، انا بدي هلا اقطع بس كلامك شوي لانه نحن هلا هنطلع فاصل صغير او تقرير ونرجع معكم. يلا اوكي، خلينا نشوف هلا شو. ورجعنا معكم من جديد، وموضوع الحلقه هو عن تاخر سن الزواج، قد ايه ممكن ياثر وشو هي اسبابه ونتائجه. وانضمت لنا المدربه الحياتيه استاذه اسماء بوغاس. مرحبا. يا اهلا فيك. شو الاخبار؟ تمام الحمد لله. على فكره تو قالت ان الحريم الحرمه اذا صار معاها فلوس تصير نسره. انا اللي قلت، انت اللي كنت انت قلتي نسره، انا ما قلت نسره. هو اللي هو استاذ عشان تعرفين ترى مو الكل، مو الكل مو الكل، لا مو الكل، مو الكل طبعا مو الكل. انت كنت عم تسمعينه على فكره، مش هو اللي قال. لا انت قلت انا سهلت لك الجمله. عيد الحلقه يا استاذ المضيف عشان تعرف انه مين قال نسره في البدايه عشان تعرفون. لا بالعكس، في كثير نساء معهم فلوس وفيهم انوثه، بس انتم الشباب بتغاروا اذا وحده مع مصر من انوثتها؟ اي طبعا. بالعكس احنا في انوثه، حابين تسيطروا علي. مو واحد من ربع الله يسلمك. لا لا ما نسيطر، السيطره ما تنفع الان، حتى من قبل ترى ما كان في سيطره. طيب هلا شفنا تقرير وهيك وعن عزوف الرجال عن الزواج، وفي اتصال هلا عم بجهزوه من السعوديه. خلينا نحكي شوي مع استاذه اسماء عبال ما يجهزونا الاتصال. ليه قولك، خلينا نحكي بالكويت وبالسعودية، ما زلنا احنا هلا الفئتين المجتمعين عم نحكي عنهم، شو سبب عزوف الرجال عن الزواج؟ أكيد أسباب مختلفة بين السعودية والكويت.
اي طبعا كل بلد وكل بيئه لها ثقافتها ولها يعني الظروف اللي هي تتعايش معها، بس غالبا في عوامل مشتركه يعني عالميا، خلينا نقول حاليا بالفتره الاخيره ومع العولمه ومع وسائل التواصل الاجتماعي، الثقافه اللي قاعده تنتشر، الناس لما تسافر، الشباب لما يعني صاروا يبون يعيشوا حياتهم، مو بس يبون يعيشون، قاعد يصير في تاثير على المعتقد. يعني مثلا وسائل التواصل الاجتماعي هاي واحده من النقاط، مثلا تنتشر فيها بعض النكت، بعض الاقاويل، بعض الفن من باب انه هو يكسر من صوره الزواج. في مثلا ثقافه البيئه، كل واحد ويعني كل عائله مثلا لها ترابطها او تفككها قاعد ياثر، يصير عنده الصداقات مثلا شيء تجربه سيئه ما بده يكررها. نعم، بعدين عندك ايضا بعض العادات البالية أنا أسميها. طيب أو بدي بس أعطيك شوي أستاذي أسماء، لأنه اتصال من السعودية وصل هلا. جاسم، مرحبا جاسم. مرحبا. ألو ألو جاسم، جاسم أنت على الخط؟ عبل ما يجهز الاتصال خلينا نكمل. فيعني بتقولي أنت ممكن في عنا المؤثرات يعني. ممكن قصص اجتماعيه صارت معه من زمان، ممكن مو شغلي، ما تكلمت عن الرجل، هي تكلمت عن الرجل والمرأة بشكل عام. اوكي انا ما اثرت الرجل اللي بارك شاقه عندك انا اليوم. لا، وبعدين اكثر شيء بعد مؤثر بعض العادات اللي لازم نطورها ونسوي لها ابديت، ما عادت تتماشى مع عصرنا الحالي. استاذ انت وينك من زمان؟ توني قاعد اسولف انا بالموضوع. الاتصال صار على الهواء. الله يعينك، الحين ترى اثنين ضدي صار. هلا راح اعرف جوابكم انا. الو الو، مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هاي اهلا جاسم. اهلا وسهلا. اهلا، خبرنا. اهلا وسهلا. كنت انت حابب تطلع معنا على الهواء وتحكي عن موضوع عزوف الرجال عن الزواج او الزواج بسن متاخر، خبرنا. انا احب اول شيء اهنيكم على البرنامج المفضل والجميل. شكرا. واحب اسلم على الضيوف الكرام، ودائما متالقه سلم. في لقاءاتك الاجتماعيه دائما. اللي احب اطرحه الان هو يتحور الى جميع مواضيع كذا 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 محور. انه موضوع العزوف الشباب عن الزواج من باب خبره طبعا انا اتكلم. ولعل اهمها يمكن في وجهه نظري وهي في الاول والاخير، اولا غلاء المهور بطريقه غير مرضيه للشاب نفسه عندما يرى مثلا المهر الذي يزيد عليه العبء الى ما بعد الزواج، وهذا عنصر ممكن يكون اساسي مؤثر للعزوف. انه يعني الشاب بيكون في بدايته ما بعد الزواج يكون في مؤثرات ثانيه، مثلا تكبد ديون، تكبد اشياء، فهذه برضه من الاشياء اللي يفكر فيها انه غلا المهور يعني بشكل. طيب بارد. غير الغلا هذا اول سبب، ثاني سبب الموضوع الثاني، الموضوع الثاني اللي انا متاكد منه يعني بما اللي عايش فيه ومجتمعنا يعني اللي نتكلم عنه، يعني عندما تكون تكاليف الزواج ومتطلبات بعض الاهالي الكثيره والمتعددة. شو هي المتطلبات بالسعوديه؟ شو هي المتطلبات بالسعوديه للزواج؟ شو بيطلبوا منك؟ بالضبط مثلا يكون هنا يعني بعض الزواجات يكون فيها مسلسلات التباهي ليس لها اي شيء من زوجين. يعني ممكن انه يعني يكون مثلا الاهالي بعض طبعا بعض العوائل انه يكون اهم شيء عنده انه التباهي بالزواج بتكاليف الزواج، مع اني انا اشوفه في نظري انه ما تؤدي اي سعاده بين الزوجين. طيب جاسم الواقع تجربه عشته يعني ورايته. اوكي جاسم، انا مبسوطه انك خبرتنا تجربتك، بس لانه عن جد في ضيق وقت وعم بيقولوا الكنترول مضطرين يسكروا الخط، وشكرا لك كثير، وانا كثير سعيده تبعتنا. وهو قال نقطتين كثير مهمه، التباهي اوقات بيعرقل الموضوع الزواج، لانه البنت بتتباهى او اهل البنت، على فكره اجمالا خالد الاهل هن اللي بدهم يتباهوا بالزواج اكثر من البنت. يعني انا بنتي بدي اعمل لها عرس وبدي اعمل لها مهر، يعني اوقات هن اللي بخلوها تصير لمرحله العروسه. ممكن استاذ ديل، حاليا الجيل الجديد اذا صارت زيجات، في زيجات الان يعني حتى فكريا متطوره
وهذا هذا زواج بس ناجح. بس طبعا بيقول تجربه صارت معه. تجربته هو تجربته هو حتى في السعوديه انا قاعد اتكلمها. انا عندي اصدقاء في السعوديه صار زواج بينهم، يسافرون مع بعض يروحون ويجون، ما كان في ما عملوا عرس اصلا. هم خلاص تزوجوا وسافروا، يعني فلوس اللي دفعوها بيدفعونها بالعروس خذوها حق السفر. خذوها حق السفر. طب هل انت خالد مع انت عم هل موضوع عزوف ولا موضوع السرعه بالزواج؟ انت سالتيني سؤال انا قاعد اجاوبك. عم بيهون الامر هلا. لا انت سالتيني سؤال انا قاعد اجاوبك. لا هو قصده مو الكل، يعني مو الكل عندهم، مو كل الاهل يعني. انا قاعد اقول لك شغله، هو فعلا احنا فعلا في مساله فيها تباهي، في ناس يحبون يتباهون، يقول لك هذه ليله بالعمر ليش ما نتباهى فيها ونسوي ونحط ثقلنا كله، والاغلبيه يتناجرون بالعرس الحريم مع بعض. بس عشان شنو؟ جايل السبب عشان شنو هذا التباهي؟ ليش؟ شنو راح يوصلون له؟ هن الاهل اكيد. اوكي الجمال حلو، نحط كل شيء يعني على اكمل وجه ونحضر الاشياء بصوره مثلا لائقه وجميله ونسوي العرس فرح. نحط كل مظاهر الفرح، ولكن الاوفر الشيء اللي صار الحين على كاهل الـ المعاريس مثلا واهل العروس واهل المعرس. نعم نعم. وصلنا مرحله صار حمل، بعضهم ياخذون قروض، بعضهم وصلوا مرحله انه ممكن يصير في زعل على قروض، معناتها بدايه المشاكل على الذوق. نعم والله جد صح صح. يعني واحد حتى لو في حب بيقول مع السلامه الحب، شو اسوي انا بعد؟ انت قاعد تناجر ساعه على فلوس، لان المال هو احد اسباب السعاده الزوجيه او فشلها. خالد واستاذي اسماء، هلا في تقرير نحن عاملينه استطلاع راي الناس بالشارع، خلينا نسمعه ونشوفه وبنرجع معكم. ماشي. إذا تأخر بالزواج تأخر يعني بالسن، ما مو شرط إنه يكون يصعب عليه إنه يختار شريك حياته من الطرفين، يعني إن الجواز بالبدري بيكون أحسن، لما يتأخر كل ما يتأخر كل ما بيكون صعب. من أستطاع منكم البيع فلا يتجوز، البنت تتجوز أحسن، ما ينفعش إن أنا أعيش وروح لازم مرة على الأقل أروح عليها كل حاجة جاهزة. المرأة إذا اشتغلت وساقت سيارة أغل مشكلة طلقني خلاص، اشتغل عندي سيارة، والأهل بعض الأهل يشجعونها على الشيء هذا. أهم شيء الحين صاير بهالزمن المادة بالزواج، يعني ما ينظرون حق الرجل كرب منزل، لا ينظروا له كشنو معاشه. الشباب ما الأغلبية ما يبون يتزوجون، والسبب المشاكل تدخل الأهل بعد الزواج وطلبات البنات أو أهل البنات. هذه بس اللي أقول لك إياها، مدريولك على قد الحافك. الرجل عمره ما يتمثل بالحيطة أبدا، فوادل الرجل أكبر من كده بكتير يعني. ورجعنا معكم من جديد وشفنا التقرير، وقالوا في أسباب كتير بتخلي الرجل يكون عنده عزوف عن الزواج. سمعتوا شوي، أنت كنت عم بتقول خالد معه حق، شفت هذا الرجل الكبير عم بتقول لما كان عم بيحكي، قلت أنت معه هيك معه حق. على شنو؟ على هذا الرجل اللي كان عم بيقول بالنسبه للتباهي وعاي مشكله بتقول له انا طالق طلقني والامور هي. اي اي صارت، صار عندها الحين صار عندها القوه وعدم تحمل. بس طبعا هذا شلون صار؟ ايه شلون؟ تو قاعد نتناقش انا والاستاذه. اوكي انقل الميكروفون للاستاذه تفضل. يلا اي كلمه عشان قوة. انا ابي ترد علي. لا كلمه قوه انا ما اسميها قوه، انا اسميها احساسها بعدم الامان. هي صارت انسكيور بالضبط. ماشي. لما المراه توصل الريال او المراه اذا وصل اي انسان وصل مرحله اللا امان ينسحب. نعم. يوصل مرحله الانسحاب اللي هي شنو؟ طلقني او واتيفر، يعني شنو المظاهر الفراق، تروح حق اهلها. وبعد هذه نقطه ثانيه، الاهل يوقفون مع البنت. كيف يعني الاهل خالد؟ ويوقفون ضد الزوج بدل ما يشجعونها على ان هي شو اسمه، يعني الاهل قبل مثل. الاهل قبل، خلينا نقول قبل ثقافه قبل يطلعون عين المراه عشان ترجع حق ريلها. الحين لا الحين لا مو كذي، يقول لها يقول لها يقول لها ردي بيت ريلك، ما يطلعش من بيت ريلك الا شيء واحد. البوت بعيد الشر عنكم كلكم والسامعين والسامعين. طب بس انسى، بس خالد زمان الان غير. بس هذه الكلمه خل اقول لك، هذه الكلمه ايش سوت؟ اي خلت المراه تبدا تلاقي حلول. على فكرة خل أقول لك شيء، من أسباب مثلا فكرة عدم زواجي أنا. أوكي. مثلا من أحد الأسباب. يلا أوكي. أنا رجل كثير السفر بحكم شغلي، منو بتحمل أنا أقعد ستة أشهر برا الديرة؟ منو؟ صح؟ وهل أنا راح أقدر أتحمل أخليها هني ولدي معاها؟
ما اقدر هم انا ابيهم معاي. اذا انت يعني عندي دافع الظرف، دافع ظرفي مثلا. بس خل اقول لك قبل، لكن قبل كانوا يسافرون بالست سبعة اشهر باللنج محمل، يروحون للهند يرجعون. المراه حديث هذا احنا نسميه ثقافه بس المجتمع. انا بدي اعلق على شغله، هذا المجتمع كان ثقافته انه في غياب مدته 6 شهور او 7 شهور لاجل التجاره والمال. ما كان في مغريات للرجل. من قال زمان؟ لا صلى على النبي. لا كل زمان لفتنته هالعصر هاي. لا 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 كل زمان لفتنته هذا. هذه هذا كله يقولون ترى قبل غير، ترى قبل نفس الشيء. وانت اخس بعد في حريه، في حريه. لحظه، سقف الحريه كان عالي. صح صح. كيف يعني سقف الحريه؟ حتى بالفن. لا حتى بالفن سقف الحريه كان عالي. انا اتحداك، انا في مسرحيه اسمها ضاع الديك. اوكي خل نرد نعيدها الحين مره ثانيه. أنا أتحدى الرقابة إذا قالت لي أوكي عيدها، وأنا ما راح أقطع منها ولا شيء. أتحدى بكل ما تكلمت من منطق، وهذا كان كانت من المسرحيات المهمة. ولكن إذا فكر المجتمع عندنا تغير. صحيح. إحنا لحظة أنا أقول لك شغلة ثانية. الحين فكر المجتمع تغير. على أيام الغوص راح أخو الغوص الأخ الثاني قاعد يدير باله على العائلة. حلو مزبوط صح. حلو أي حدث أمر ما، توفى الأخ. صح؟ شو يسوي؟ يتزوج مرته. يتزوج مرت اخوه. شو يقولون للناس؟ نشمي ما رضى عيال اخوه يروحون عند ريال غريب يتربون. صح مزبوط. خلي الحين تصير الريال يصير مو علج. صح. يوصل لين زنجبار. يعني انت بتقول خالد انه هذا سفله وما يستحي على وجهه وحاط عينه على مرت اخوه ونطر بس يموت عشان ياخذها. طب هو صراحه ما انا قاعد اكلمك يعني صراحه انا فكر المجتمع باقل من 70 إلى 80 سنة فقط. صحيح. ترى حتى أقول لك في مصر عندنا في العادات تغيرت الآن. في مجتمع مدني دخل علينا. صارت ثقافة دخيلة. ثقافة دخيلة. طب يعني هلا أنت بتقول خالد أمين، وإذا بتوافقينا أستاذي أسماء، هل الثقافة الدخيلة هي اللي خلت الرجل يكون عنده عزوف عن الزواج؟ هلا مو بس الرجل، صاروا حتى أول مرة. في سبب ثاني يدعم هذا الشيء، هو الـ 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 البيئة. نفسها البيئة. في ناس الحين تبي تتثقف أو تدعي الثقافة، خلينا نقول تروح تأخذ مظاهر الشكل المدنية المتحضرة، أو خلينا نقول يصير يأخذون الطابع الأجنبي، الطابع بالشكل أي، بس ما يملؤون هذا الفراغ الداخلي اللي في داخلهم من ثقافة، من لأن يعني حتى المجتمعات الغربية أو المنفتحة عندها بعض المبادئ والقيم اللي الأسرية وبعض القيم والمبادئ مثلنا شلون إحنا، بس إحنا خذينا الشكل، خذينا المرأة حرة، أو المرأة لازم تصرف وتحط، أو الرجل لازم هذه حدوده، أو هذه فصار في نوع من الأفكار يعني صار في تذبذب بالثقافات هي اللي خلتنا بالمظهر نحن متحضرين، بس من جوا نحن بعدنا نحمل شكلياً. هلا في شغلة قديمة. كمان في شغلة كمان مثلاً إيه مثلاً تقولوا أنا والله متزوجة، أنا أصرف على البيت وما يصرف، هذا مو ريال. عفوا في اختيارها. صح هو اختيارها إنه ايضا سيء. يعني مثلا بس مصارين الرجال هيك ما يحبوا يصفوا. وين ثقافه صرنا نفتقد الى ثقافه نقعد ونتحاور قبل ما نكمل عن مثلا تقبل الفكره بالضبط. قبل ما نكمل في مشكله بعدين على فكره بعد مقطوع كلامك بالخير. اذا الرجل ثقافته جدا عاليه وزوجته الفروقات الحين اي فروقات وزوجته ما تقبل الثقافه هاي العاليه اللي عنده وتبي تناقشه بشغلات غلط. صح يا خالد، بس ما هيدا يا خالد كمان في اختيار غلط. مو هذا ايضا كمان اختيار غلط. هذا ايه. بس في مرات شو يقول الريال؟ يقول يعني هم ترى على فكره في عنا اتصال. صديق مين اتصال؟ صالح من السعوديه. لا من السعوديه حيا الله. لا من السعوديه حيا الله. من السعوديه حيا الله. مرحبا صالح. الو يا اهلين وسهلين. ايش اخبارك؟ تمام. انت انت بعد ما تزوجت صح؟ اها بعد ما تزوجت باقي قد ايه عمرك؟ 32. ايه ليه ما تزوجت؟ بعدك صغير يا صالح لا تتزوج الله يسلمك. ليه ما تزوجت؟ استاذ خالد تخليك بجنبي انا اليوم. اوه خليك بصفي هم الاثنين عندك وانا معك ما عليك لا صالح ما عندك وقت كثير، خبرني عندك دقيقة بس. والله بسبب اول شيء غلاء المخور الفاحش. الشيء الثاني اللي هي شروط اثناء الزواج اللي هي قصر وما ادري شو وحفل وطقاقه وما ادري يعني اشياء خياليه.
قدي المهر بالسعودية؟ قدي المهر عندكم؟ المهر يوصل من 80 إلى 100. أوكي. يعني أغلى من تأثير الشيك عندنا. 8000 دينار يعني بحدود 8000 دينار. أوكي. وأنت وظيفتك على قدك؟ الحمد لله الوظيفة يعني، بس الوظيفة مع ذلك لما تجي الواحد بيعطي المهر أو يعطي تأسيس البيت حق الشقة أو يشتري سيارة وهذه يعني راح تصفق عليه يضطر إلى الديون. طيب قبل ما أختم معك صالح، هل اللي بيصر على الغلاء تبع المهر البنت ولا أهل البنت؟ أهل البنت. يعني البنت ممكن تتنازل؟ البنت ممكن تتنازل، لكن الأهل يقولون بنتنا مو رخيصة. أوكي، شكرا شكرا لك صالح. قدي الأهل بيلعبوا دور بعنوسة البنت؟ لا عن جد أعطيك مثال واحد مثلا. في الكويت عندنا، أتكلم في بيئتنا، مو من مواخذنا يعني، مو مثلا تساعدني انت الحين طبقتنا يعني القصد هي المساله ايضا الموجوده في بيروت، في لبنان عموما، في كل مكان، انه والله هذا من عائله مين وهذا من عائله كذا، مو من مواخذنا، سواء هذول كانوا اغنياء هذول فقاره، يعني فكره شراء يعني لازم يكون من نفس الليفل ونفس ال يعني يكون في، او مثلا الاصل الفصل ال 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 وهذا بياثر كثير. يبون مسميات بعض الامهات مثلا او بعض الاباء، خلينا نقول اكثر شيء الامهات، لا نبي ولد فلان او ولد فلانه، هذا واحد من العوامل. في عوامل اخرى اللي هو مثلا يرفض الاب انه يزوجها فلان، يمكن في عداوات، في تجاره، في خلافات عنا بعد اجتماعية. بس على فكرة بس أنا صراحة شايفين الحوار يعني حرام، هو كتير بعده مشوق، ما حكينا شيء. موضوع عظيم وخلص الوقت بسرعة، وفي حكينا شوية عن أسباب، بس في سؤال لازم نطرحه لخالد آخر الحلقة. أنا لحقته لخالد. خالد أمين، هل ستتزوج ولا لا؟ يلا جاوب إيه أم لا. والله شوفه أنا يعني قبل لا أتزوج شكلي بيا قاعده مع الاستاذه تعطيها كورس. يعني في امل، في امل طبعا، شلون في امل؟ ما في، شوفي خليني اقول الشيء. اوكي، دام الرجال بيقدر يشيل كيلو. ايه قلت لي بالمكتب. اوكي. لا وبعدين بعدين سوزديل بعدين شوفي النصيب. أوكي. النصيب اذا ياما في قصص قالوا ما راح نتزوج. نعم. بيوم وليله انا اليوم في شخص قال لي كلمه، مع اني انا ما قلت له اني طالع بالحلقه قاعد اتكلم عن الموضوع هذا، ما هو قاعد يتكلمون، صار حديث من الرجال بالصالون يعني، وانا بالصالون، فيقول بي قال لي كلمة، قال لي شغلتين المرء ما يقدر يتحكم فيهم، الموت والزواج. نصيب الزواج. صح، معك حق، نصيب معك الزواج حق. يعني هالشغلتين هذول من الله سبحانه. إذن خنطم من الجمهور حاليا ارتفع سن الزواج، صار أدي صار يعني صار من 27 28 من 27 ل 40. يعني الحين مو عمرها 20 ولا 25 يضغطون عليها، ولا الولد عمره 26 خلص سوي هلا على الحصريه يعني، ما صارت خلي تفهم. قبل كانت 25 قالوا عنوسه، عنوسه ما في يعني، تغير الحين بالمجتمع، تغير ماكو شيء اسمه مفهوم سن الزواج. هلا المعدل تبع سن الزواج، وهلا بنبشركم بالخير، خالد امين قريبا راح يزمنوا على عرسه. لا حول ولا قوه الا بالله. اولا هاي من القضايا اللي انا ما راح اسويها، اذا تزوجت ما راح اسوي عرس. ليه؟ هلا بطلع مصاري، طلع عشاء، طلع عشاء الحين. انا شايف البطايق مطبوعه. هل بتأيد الزواج، هل بتأيد الزواج بالسر الغير علني؟ لا مو كذي. انا انت تبين بالسر عاد عاد شكثر غير علني؟ شكثر متزوجين بالسر؟ لا بس ليش؟ ليش؟ مثل ابوي قال لي انت دام انك تام عزوبي للحين اكيد انت متزوج بالسر، ومؤمن فيها كان ابوي، وقعدت تضحك، قلت له انا الحين لو عندي عيال ومتزوج ليش بخشهم عنك؟ عيالي افتخر فيهم. نحن هلا خلص وقت هي وهو للاسف، وانا كثير سعيده جدا جدا خالد امين، عن جد سعيده اني من بعد غيبي شفتك هلا. الله يسلمك. سنه تقريبا 5 سنين مش شايفين بعضنا، صح؟ اي والله من زمان. ها صح، يلا الحمد لله رب العالمين. استاذي كمان اسماء كانت كمان زمان مش شايفتها، وشكرا كثير لحضورك الحلقه. انا سازديل بشوفكم الاسبوع الجاي، انتم ما هتفوتوا؟ تعالوا. اوكي بدون ايه رح يجوا هلا فيصل وغني. اهلا وسهلا. اهلا والله.
ترى وقت تخلص وقت تخلص استاذ زين. فيصل بدون شغله. اي والله اي والله. فيصل فيصل هو كمان من لائحه الناس اللي عاملين عزوف عن عن الزواج. انا لقيت واحد وياي من اللائحه. يعني متى بتتزوج الحين اخر كلام؟ لا تزوج فيصل ان شاء الله. لا يا بشرنا بالخير ان شاء الله. يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه. اعزائي